لقاء لنيوكاسل يونايتد بعدما حقق الانتصار بهدفين مقابل لا شيء وتعادل هال امام اليونايتد الذي احرز هدف اعتقد من هذا الموسم والتوجه لتصعد الى اليوروبا ليج. ركله زاويه وفرحه جماهير بريستول، شوف جماهير اكيد سعيده بالرباعيه وسعيده.
الى الليج وان ديفيد مويز الذي يحضر الان الى مدرجات ويمبلي. كره عاليه اماميه بالراس من كيف سجل الهدف الخامس. Finalu bilo Svindon, bilo Sheffield United, Svindon pa nije veliki prednost, dobio 2-1, prvi dvore i kod Sheffielda.